أهم شيء أنا إلي مستقبل بشغلة الطبخ هاي. إيه معك حق، مو غلط أبداً، صحة وهنا. ليش الكذب؟ إلك مستقبل بالجلي كمان. مين إجانا هلأ؟ هذا أكيد حاتم. كيفكن؟ حاتم موجود؟ لا مو هون، بس أنا يا الله، معناتها إجيت على الفاضي. لا شو هالحكي؟ بالحياة ما في شيء اسمه على الفاضي. تفضلي ادخلي. اليوم قريت الفال مرتين، قال لي لازم اجي ضروري، قام اجيت. اشرقت الانوار، الله بيحبنا اكيد، خلاكي تغلطي وتجي لعنا. صرنا شركة هلا، تخيل منظرنا انا وياك، تخيل انه تاركين الجامعة وقاعدين معلمين بالشركة. منروح الظهر على الشغل والسكرتيرة بتنفذ لنا طلباتنا. ومنقضي النهار على شاي وقهوة. شو تفضلت؟ أكيد عم تمزح. الشغل هيك حبيبي ما بيصير. أنت ما بتعرف بابا كيف بيفكر. لما دخل مجال السياسة سلم الشغل كله لعمي، ومع هيك ما خلاه يرتاح. يا سيدي مرة جمع المدراء الساعة 6 الصبح. يستر عرضه خليني أنجح وأخلص من هالجامعة. إيه والله قولتك. اشرب قهوة ما؟ رح اقوم ساوي الي والك. ماشي.